مراتك عملتها في رمضان قبل كده وما عجبتكش، وايه ردة فعلها؟ لا بصراحة كل الأكل بيعجبني. هي عملتها بتعمل حسابي في حاجة تانية، لأن هي عارفة إن أنا من زمان أول ما باكلهاش. لا عادي أكلها يعني، كتر خيرها إن هي وقفت وعملت يعني. برضه أشكرها برضه أكيد إن هي عملت حاجة يعني. أكيد طبعا مش هقولها لا طبعا. هاخد على دماغي بعد كده لو حاجة. هو رد فعله إيه؟ هياكل غصب عنه. باكل أي حاجة بقى موجودة بقى من الأكل امبارح، أو آكل اللي هو الأكل الموجود في البيت عادي يعني. عملت مسقعة مرة. زعل قوي، قال لي مسقعة في رمضان حرام عليكي، ليه يا عمي نعمة ربنا هتعطشنا. كنت خايفة بقى وكنت متضايقة وحاسة انه هيزعل، بس كلها انبسط الحمد لله. كل الأكل بصراحة بتعمله تسلم ايديها. لا كل الأكل حلو زي العسل. لا لا أنا مراتي بصراحة أكلها كله زي العسل، ولو حصل يعني طبعا برضو كل حاجة زي العسل.